ورجعنا لكم بعد الفاصل، وطبعا بنشكر مؤسسة مشكات نور انها بتساعد المرأة يعني بتتيح الفرص للمرأة دايما في عرض منتجاتها. ونحب بقى نتكلم النهارده في اطار حلقتنا طبعا بمناسبة شم النسيم، وان احنا داخلين على مناسبة سعيدة جدا، ويعتبر شم النسيم من عادة فرعونية كلنا طبعا بنحتفل بيها. بيبقى طبعا اهم مظاهرها البيض بقى، وتلوين البيض والفسيخ والرنجة والحاجات الحلوة كده اللي انا شخصيا بحبها. عشان كده عايزه النهارده يعني ارحب بضيفنا العزيز استاذ حسن هلال، رئيس مجلس اداره سلسله محلات نورماندي. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك، بحضرتك يا فندم. وطبعا برحب بيك يا دعاء للمره الثانيه. ويا جماعه النهارده معانا مجموعه منتجات، احنا مش قادرين نمسك نفسنا الصراحه اكتر من كده. كلمنا بقى يا استاذ حسن عن المنتجات دي. حاجه دي اول حاجه، ده ايه؟ ده طحينه تقريبا؟ لا ده مش طحينه، ده صوص فسيخ. صوص؟ ايه ده، دي جديده دي؟ صوص فسيخ؟ ثانيه، يعني ايه صوص فسيخ؟ يا جماعه انا يعني جديده. احنا طبعا الحمد لله بفضل من نعم ربنا، احنا اول مطعم في مصر يقدم حاجه اسمها صوص فسيخ وصوص رنجه. اني فيهم ده الفسيخ؟ ده صوص الفسيخ. وده الرنجه؟ تمام، ده صوص الرنجه. ده بيبقى مكون مكون من ايه؟ ما هقول لحضرتك. ده بيبقى معجون فسيخ. تمام، واحنا بالخلطه بتاعتنا بنقدر نحوله للمنظر ده. يعني فسيخ متخلل؟ فسيخ مخلي خالص، بيبقى فسيخ زي ده كده في الاصل مخلي، وبعد كده بيوريه. ايوه تمام، بيبقى زي نظام معجون، واحنا بالخلطه بتاعت نورماندي بنقدر نوصله للمنظر ده. ايه بقى هي سر الخلطه؟ لا دي بتاعت نورماندي. طيب والرنجه نفس الكلام برضه؟ الرنجه نفس الكلام، بتبقى برضه الرنجه بتنخلى خالص، بتنخلى من الشوك ومن البطن وكل حاجه. تمام. طب ده بيتاكل مع ايه؟ بيتاكل معاه صوص، يعني بيتاكل صوص بدل فيه. واحنا هناكله كده دلوقتي؟ واحنا هناكله كده دلوقتي؟ لا ان شاء الله مفيش مشكله. في ناس اساسا يعني كل المتقبله ان هي مش متقبله فكره ان هي تاكل فسيخ. تمام، فعلا دي حقيقه. فوفرنا لهم حته ايه، ان في صوص فسيخ بيبقى داخله طحينه وداخله حاجات من دي، تبقى دي مهديه ريحه الفسيخ. يعني احنا طبعا متميزين، ليمون وكل حاجه. الناس تبقى جاهزه بقى. ما انت بص، هو جاهز على اكل الاكل النهارده. سهل للناس ان هو ينضفوا، ان هم يحطوا ليمون، ده جاهز. تمام، نفس الطعم؟ نفس طعم الفسيخ؟ لا بيختلف طبعا. ندوق. تمام، هندوق طبعا. مش عارفه. طيب وده ايه؟ ده سردين ولا ده سمك ولا ده سردين؟ سردين. طريقه عمايله ازاي؟ هو يبقى سردين بلدي، بيجي في طاوله بلدي خالص، ما فيش اي مشكله فيه. بيجي بنغسله غسيل كويس. تمام، وهو بينغسل بيطلع بيتملح في وقته، لان احنا طبعا الحمد لله لو دخلت على الصفحه عندنا احنا طريقه تمليح لكل حاجه. ف بنملحه طبعا بملح خشن ده مبدئيا. تمام تمام. اهم حاجه يكون برميل خشب. تمام تمام، ما يكونش برميل بلاستيك عشان خاطر ما يتعرضش للسخونه واي عوامل خارجيه تبع الايه البلاستيك والكلام ده. لا احنا في غنى عنه. ما ينزلش الميه بتاعته ولا هو ده المطلوب؟ بص حضرتك، ممكن لا يكون لا الخشب لما اساسا لما الميه بتنزل فيه بطبيعته بيفرد، بيقفل على بعضه. ايوه تمام. فطبعا لما تبقى ميه وملح بينزل من السمك بيقفل البرميل تلقائي. تمام. طب وده ايه؟ ده تقريبا اللي هنا فن. اللي في النص اللي فيها خيار. اللي جنب الفسيخ دي بطارخ عاديه خالص. دي بطارخ رنجه. بطارخ رنجه بيور. بس دي حلو. ده لا البيور اللي هي دي اللي في البرطمان. اللي في البرطمان بيور. اللي البرطمان بيور. تفرق ايه عندي؟ اقول لحضرتك ديت بتبقى بطارخ رنجه عاديه خالص اهيت. دي بتبقى جوات الرنجه بنطلعها من المنظر ده او بتنباع خارجي بالمنظر ده، مفيش مشكله. تمام، البطارخ البيور ديت بتبقى جوات الرنجه، بتتسحب من الرنجايه قبل ما تخش اساسا التدخين. يعني هي بتبقى لسه طازه. تمام، قبل ما تخش التدخين بتطلع بالمنظر ده وهي مدخنه. بنسحب، بيتسحب منها البطارخ دي، بتتملح خارجي في ملح. تمام، بطريقه معينه. لا الزيت ده مجرد الا حفظ. الزيت بعد ما تخلي الزيت خلص. وبتبقى نسبه ملحها اعلى من الثانيه. طب واللي في البرطمان ده السائل الموجود ده ملح برضه ولا ده لا؟ ده زيت. السائل ده مجرد زيت بيبقى للحفظ الحاجه مش اكتر، ومش مضر في اي حاجه. ممكن زي مثلا زي زيت الحفظ بتاع التونه متوفره عندنا برضه، مفيش مشكله فيه. تمام، ودي سلطه تقريبا. دي سلطه رنجه. سلطه رنجه. دعاء بعد اذنك لازم تناول لنا الكلام ده يا دعاء، عشان مكوناتها ايه؟ دي مكوناتها متوفره في اي بيت وحاجه سهله جدا. انت حاطط ما انا لسه هقول لك، يعني مكوناتها متواجده في اي مكان وسهله ان هي تتعمل جدا. بتبقى رنجايه واحده بتعمل طبق قد ده، بيبقى في حدود مثلا 400 جرام نص كيلو. تمام تمام. بنجيب الرنجايه بنشيل الراس والديل وبننزعها خالص، بتطلع مخليه. تمام، وبنقطعها قطع صغيره وبنضيف عليها فلفل الوان احمر واصفر واخضر. تمام، لا الاخضر ده خضره. تمام، لازم وبنقطع عليها بصل. بص بقى بعد اذنك عشان نكون متفقين. مش هينفع. بصي خدي انت طبق صوص الفسيخ، ودي طبق صوص الرنجة. ده صوص الفسيخ. لازم اتعامل انا كل مره كده. لونه دايما بيبقى فاتح شويه عن التاني لو لاحظت، يعني
اه فاتح بعد اذن بس فعلا. نخدت الطبق كده خلاص. ادوي معايا ولا ادوي لوحدك؟ يا جماعه وهم، اقسم بالله بجد بجد ده مش عشان كوزين. حاجه، احلى فسيخ بجد كلته في حياتي، والاعداد جوه عايزين يجوا ياكلوا معانا. الف السلطه هدوقها. اتفضل. قربي طبق السلطه ده، عيب كده والله اللي بتعمليه معايا على الهوا ده. ده بصل صح؟ اه ده بصل وفي خضره فيه. خايفه دعاء. جميل يا جماعه بجد. دعاء دودي ده دي الرنجه صح؟ سلطه الرنجه، صوص الرنجه. صوص الرنجه يعني الناس ممكن تجيب الصوص ده وما تجيبش اصلا الرنجه او اه الفسيخ يعني او يستغنوا عنه. طعم مختلف عن الفسيخ، هو في طعم الفسيخ بس مش ان انت بتاكل فسيخ الرنجه صافي. وهم جميله جدا بجد. الحاجات دي انا خدتها بجد يا جماعه، كلنا لازم نجيب من محلات انا عمري ما نورمالزي دوقت صوص فسيخ بجد. ده خالص. ايه الجمال ده؟ من اول مطعم في مصر يا فندم بيقدم صوص فسيخ وصوص رنجه. انا اول مره اسمع عن فعلا صوص الفسيخ وصوص الرنجه. الحمد لله. بجد جميل. الناس بقى بتيجي يعني بتقدموا لها الاكل كده جاهز بيقعدوا ياكلوا ولا حضرتك احنا في نورماندي قدرنا نعد يعني نعمل معادله صعبه اللي هي كان في اي واحد اي بيت في مصر ان هو مستصعب ازاي هياكل فسيخ في بيته. ايوه تمام. لا عشان احنا غيرنا التنظيف المعادله بقى دي تماما والزفاره. خالص. تمام. عندنا مكان الناس بتيجي تقعد، الفسيخ ده بيطلع مخلي خالص. جميل. تمام. بيبقى زي لحم صافي بيطلع له في طبق مقدم كده زي الصوص. تمام. وبيقعد في المكان طبعا. قصه بقى الريحه والكلام ده احنا عندنا الايه اللي ما مظبطين. لا انا شم ريحه حاجه حلوه يعني ريحه حاجه تفتح لا النفس لا لا على تمام الاكل حضرتك. بجد والله العظيم يعني يا جماعه اصلا بجد الريحه تحفه يعني الناس اصلا كلهم الاستوديو عندنا هنا مقلوب دلوقتي. الكنترول كل الناس عايزه تيجي تاكل بس بعد لا ما الحلقه. شاء الله منتجات اصلا متميزه هاخد جدا. حاجه وامشي. انا واخده الحاجه كده خلاص النهارده. لا يا فندم منتجات متميزه بامانه يعني بجد حلوه جدا. طيب يعني عايزه برضو اسال ايه اللي بيميز برضو المحل عند حضرتك بغض النظر عن صوص الفسيخ وصوص الرنجه، ايه اللي بيميز المحل برضو؟ بيميز المحل عندي ان انا كمحل مش محل وبس، ان انا محل ومطعم. مطعم اه تمام. يعني اقدر اجي مثلا اه اخد تقدر مثلا تيجي اصحابك صحابي ونروح ناكل فسيخ. تمام. وده ممكن تتابعيه على صفحه فيسبوك فسخان الرومندي 3. تمام. بتبقى في افراد موجوده وبتتصور وبتعمل منشن للصفحه. اه ودول متصورهم موجود على الصفحه. تمام مفيش مشكله فيهم. الحاجة التانية طبعا الناس واخدة لسه المفهوم بتاع ان هي تروح للفسخان هات كيلو فسيخ. دي حقيقة. اه يديله كيلو فسيخ ويمشي. لا انا بقدم خدمة تانية خالص خلاف ده. ان انا كيلو فسيخ بنضفه على حسب رغبة جميل. الزبون ان انا ممكن اخليه له. دي مشكلة تمام؟ ناس كتير على جدا. فكرة. اه ان انا اخليه له واحطه له في جردل. حلو كمان. أوي. علبة مثلا او بوكس كده. لا احنا بصي حتة علبة او بوكس دي حاجة حاجة لا عادية كيلو. موجودة. تمام. أوه. بس قصة ان انا اقول جردل ان انا بشد الزبون يسأل يعني ايه جردل. يعني ايه جردل؟ بيبقى فيه ايه بقى تمام؟ الجردل بقى. جردل ده بيبقى زي نظام برطمان كده بس متطول مش مستطيل طويل. تمام. تمام. بيبقى أنا بنحط فيه الفسيخ ده مخلي خالص وبنحط عليه زيت الحفظ وبنقفله. متقطع قطع بقى ولا لا هو؟ لا هي على حسب راحة بس الزبون بس متنضف هي يعني على تلقائي انا الاكل على بطلعها طول. شريحة واحدة. تمام جميل قوي. بتعملوا بقى فيه لو حد عايز سندوتشات موجود يا فندم. والله موجود حلو سندوتشات. ده لازم انا رايحه مثلا الشغل. انا هو عايز حضرتك اول مره الصوص اسمع ده ان في كده. الصوص ده اساسا يعني اغلبيه اللي بياخدوا سندوتشات. انتوا عندكم متاح السندوتشات؟ يا فندم احنا على فكره اول محل فسيخ او اول مطعم فسيخ في مصر. جميل. يعمل الفسيخ سندوتشات فينو. انا اول مره اسمع اصلا يا دوا حاجه زي دي ان يبقى في مطعم فسيخ ورنجه. طب في نظام دليفري يعني في دليفري؟ في خدمه توصيل بجد. في خدمه توصيل بتوصلوا بقى في جميع انحاء اكتوبر طبعا. يعني رقم التواصل للمحل يا جماعه على الشاشه نقدر نتواصل برده من خلال ارقامنا اللي ظهر قدامنا على الشاشه عشان يعني ندوق المنتجات الجميله دي اللي بجد يعني ملهاش وصف بصراحه النهارده. بتوصلوا في اكتوبر وفين تاني؟ في اكتوبر والشيخ زايد والحد معانا كده. ما بتجيبوش حاجه شرقيه عندي؟ نجيب يا فندم حاجه شرقيه عندي ما ينفعش كده. يعني القاهره مثلا والقاهره الكبرى. احنا حضرتك عاملين يعني في الموسم بنعمل مواعيد ايام معينه في الاسبوع بنوصل فيها منطقه فيصل والهرم. تمام. كويس. ومنطقه المهندسين. تمام. بتبقى ايام معينه بنعلن عنها على الصفحه. زي ما احنا عاملين اعلان دلوقتي حاليا ان في عندنا عاملين عرض على الفسيخ 2 كيلو فسيخ عليهم نص رنجه او نص سردين على حسب راحه الزبون. تمام تمام. الناس بتخاف من طريقه تمليح الفسيخ يعني ناس كتير بتبقى حابه تاكل فسيخ وخايفه عشان طريقه التمليح. انتوا بتخليلوه ازاي؟ بص حضرتك هو اولا الفسيخ لازم يجي يكون طازه حي ما يطولوش تلج. ما يتلجش يبقى جاي حي من مكانه. تمام. على المحل على طول. انا اصلا من كفر السمك الشيخ. جاي تمام؟ حي. بيجي حي. انتوا بتبداوا بقى انتوا تشرفوا بقى على
على طريقة التخليل بتاعته. أنا بخلل السمك بنفسي وده على برضو موجود في فيديوهات على الصفحة. أيوة تمام. احنا معانا يا دعاء الفيديو طيب هينزل على الصفحة وبعد كده على الشاشة وبعد كده نبقى نشوف بقى انت في سخنة ساكي حياتك النهاردة وبعد كده نشوف طريقة التخليل. طب ده ايه؟ بقى ايه ده؟ ده زي ما حضرتك شايفه ملح ابيض بيتضاف عليه كركم مجرد لون مش اكتر. تمام. ده السمك كده زي ما حضرتك شايفه خيشومه حمراء ما فيش حتى في اي حاجه يعني مش بتورم ولا الكلام اللي بنسمع عنه ده. طب ده ايه كده؟ ده الملح لازم الخيشيم لان طبعا جزء الخيشيم ده اول جزء معرض في السمك ان هو يبوظ. ايه ده هو بتتخلي من الخيشيم بس؟ من الخيشيم وبنحطه في الفواصل حضرتك. شوف لو لاحظت رصه البرميل ده ليها رصه معينه مش اي مش عشوائي. الله يبارك لحضرتك. طب ليه بقى؟ رصه البرميل لازم تبقى واحده خلاف واحده بحيث ان البوري يبقى دماغه مقلوبه. طبعا مش اي سمكيه هتتملح، لازم تبقى سمكيه سمينه. أيوة. لما تتحط بالطريقه ديت الدهن بتاعها بيسيح معاها. ايوه ما بضيفش عليه بقى زيت ولا كلام من ده، الدهن بتاعه هو اللي بينزل في زيت في البرميل. ايوه منه فيه كده بتبقى طعمها افضل بتدي طعم طبعا افضل ولازم وبعد التمليح بتبان مع حضرتك في فيديو اساسا واحنا قافلين البرميل وبنفتحه يعني انت وحظك بقى. طب بعد قد ايه بقى فتره قد ايه التخليل؟ هو حضرتك التخليل بياخد من 25 يوم ل 30 يوم. طب كل المنتجات بتتعمل عند حضرتك يعني الرنجه بيتم مثلا تدخينها عند حضرتك ولا في حاجه بتستوردوها من بره؟ طبعا الرنجه ديت احنا بنتعامل طبعا بنشكر الرئيس الشريف اللي هو صاحب رنجه الشريف. تمام. عشان خاطر طبعا هو بيقدم لنا منتج اللي احنا عايزينه. لان طبعا الرنجه بتتعمل على حسب رغبه المحل هو عايز ايه. ايوه تمام. احنا تمام. طبعا منتجاتنا كلها ملح خفيف. ملح فعلا خفيف. لما دقنا ملح خفيف. الفسيخ بقى السمكه بتاعت الفسيخ دي نوعها ايه؟ سمك بوري. البوري بيبقى فيه انواع ثانيه. تمام. لا هو في حاجه اسمها طباره ده سردين بلدي مفيش فيه. بقى فيه تقريبا ناس بيعملوا اللي هو القشر البياض بيبقى فيه انواع ثانيه. لا بص حضرتك في حاجه اسمها لا 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 المكاريل ده بيتعمل تونه بس احنا طبعا ما لناش في الكلام ده لان طبعا هو سمكه البوري معروف ان هي انضف سمكه. طبعا. تمام. لازم تيجي طازه زي ما شفتها حضرتك كده. لها طريقه تخليل معينه ان احنا لازم بنيجي من نص السمكيه من عند الديل كده ونتك عليها بحيث ان احنا نمشي نطر السمكه كلها مع بعضها بحيث لما تستوي تستوي كلها مع بعضها ما تستويش من مكان ومكان لا لان طبعًا الديل بطبيعته ناشف. اعرف ازاي السمكه المبطرخه من السمكه اللي هي مش مبطرخه في الرنجه عشان في ناس بيحبوا البطروخ اللي هو الناشف. طبعا بص حضرتك بيحبوا البطروخ اللي هو الناعم دي بترجع في الاصل لصاحب المحل. صاحب المحل اساسا انا بطلب المنتج انا اي رنجه من ديت هتفتحها تلاقي بطارخ اللي هي بطارخ مرمله اللي هي الخشن هي في النص دي صح؟ دي اسمها رنجه بطارخ مرمله. لا البطروخ اللي هو الخشن ده اسمه ايه؟ اسمه بطروخ مرمل. بطروخ مرمل. تمام. اعرفها ازاي؟ ما بص حضرتك انت كشخص زبون بيشتري مش هتعرفها. ايوه حتى لو قعدنا نمسكها كده ما هي ممكن تكون فيها بطروخ بس ناعم. دي حقيقه. تمام. الفكره كلها في صاحب المحل وهو بيشتري. طبعا بتبقى مأكد على صاحب على اللي هو بيعمل لك الرنجه ده بيبقى السمك عنده اساسا متقسم لبطارخ وفاضي وبطارخ ناعمه. أيوة انت بتطلب المنتج اللي انت عايزه. لذلك انا لما بقول بطارخ مرمله خلاص انا كل اللي عندي بطارخ مرمله. ايوه. طب الرنجه بقى بتتخلل زي الفسيخ ولا ليها طرق تخليل لا ثانيه؟ لا الرنجه ما بتتخللش زي الفسيخ. دي طريقه ودي طريقه. ده نوع سمك وده نوع سمك ولا ده نوع لا ده نوع اسمه هارينج. مش منتشر تقريبا. لا هو مش منتشر لانه بطبيعته اساسا بيجي لصناعه الرنجه بس لانه بيجي من بره وبتصنع هنا في مصر. طب بيتم صناعتها ازاي؟ ده بتبقى لها مصانع مخصصه. احنا طبعا بحكم شغلنا دخلنا وشفنا الشغل لان طبعا لازم نبقى مطمنين على الحاجه اللي احنا بنجيبها من بره. تمام. السمك ده بيجي بيبقى جاي طبعا بيحطوه في الملح بس طبعا ما بيحطوش في خيشيم او كلام من ده. هو بيقلب السمكه في الملح على حسب المنسوب اللي انت عايزه. فعلا في رنجه بتكون ساعات حادقه دلع الكلام ده. تمام. ما هو ده بقى على حسب طلب الزبون. هو بيعمل على كل واحد على حسب طلبه. تمام. وبعد كده بيبقى عنده اوضه كده مدخنه. بيرص بقى فيها السمك وبيدخلها وبيقفلها في الغرفه لمده مثلا على حسب الوقت اللي هو بيحدده بقى معاه على حسب شده الحراره. زي فرن كده يعني. زي فرن كده. تمام. طيب الفسيخ برضو انت حضرتك قلت لي السمكه بتيجي صاحيه مزارع بتاعتكم ولا انتوا ولا السمك بيبقى جاي منين؟ بص حضرتك في البدايه خالص بقول لحضرتك انا اصلا من كفر الشيخ. تمام. احسن ناس. الله يبارك في حضرتك. طبعا عندنا في كفر الشيخ يعني احنا بنغطي نسبه 60% من انتاج مصر كلها في السمك. طبعا. فقصه السمك متوفره عندنا سهله جدا يعني. جميل.
طبعا قصه المزارع، احنا عندنا طبعا المزارع بيبقى شغل فيها نضيف لدرجه ان السمك ده بيسموه عندنا، بيقول لك احنا بنعامله معامله اطفال. ابني جميل فعلا، لان معلش مش حدش هيطلع السمكيه بالحجم ده وعنده اهمال في مزرعته. اول مره اكل فسيخ ملهوش ريح الزفاره، تمام؟ عشان كده انا بسال حضرتك، هنتكلم في النقطه دي، ملهوش ريح الزفاره، عشان كده انا عايز اعرف مع حضرتك في النقطه دي بالظبط، او ايه المواصفات. تمام. هو بص حضرتك، السمكه بتختلف من الزفاره او مش من الزفاره، ان السمكه اساسا جايه نضيفه. ايوه تمام تمام، دي حقيقة. كل ان كل ان هي ما طلعهاش تلج بقى واتملحت في وقتها، واتملحت بطريقه صح، ان هي ترست رسه معينه في البرميل، خلاص بتاخد وقتها، تمام؟ ما استحاله يطلع عليها ريحه. دي بتبقى في ريحه بتبقى مقبوله. ايوه، ما هي دي ما فيش ريحه اصلا. تمام. في بقى ريحه بتبقى ايه، فايحه قوي، مش اللي هي ايه، ده بيبقى فاسد. تمام. لكن الفسيخ عندنا بجد حتى ريحته وطعمه ما فيش. ولون السمكيه على فكره بيفرق معاكي، دي سمكيه بتلمع. ايه الفرق بينها ما بين التانيه؟ تمام، اقول لحضرتك يعني عشان اجي بس اجيب لك افتكرته زيت على فكره. لا لا لا، ما بحطش اي زيت ولا اي حاجه، حتى لو لاحظتي في التنليح ما بحطش اي زيت على السمك. السمكه هي طبعا بتبقى اللمعان ده بيبقى ناتج ان هي اساسا متملحه مغسوله كويس. تمام. وان هي اساسا في البدايه خالص جسمها مش معرض ان هو يبقى ايه، مش طريه او بايته، مش فاسده، مش فاسده، ممكن واخده قابليه لانها تفسد. تمام. ومن الناحيه الثانيه برضو عين السمكيه، لو لاحظت عين السمكيه تحس ان هي سمكيه لسه فريش. ايوه، ما انا مستغربه هي عين السمكيه بتفرق، انا ما اعرفش. صحيح. تحس ان هي لسه فريش. ايوه، ده دليل ان هي متملحه فريش. الثانيه بقى بتلاقي ايه، ممكن ما تلاقيهاش عين. ايوه فعلا، الملح بياكلها. يعني انا كمواطن عادي وعايز اشتري فسيخ وعايز اعرف ان هو كويس، اعرفه من عينه ومن اللمعه. من اللمعه والسمكيه نفسها. السمكيه مالها بقى؟ السمكيه نفسها مثلا ولا الايه؟ يعني بنمسكها مثلا بنشوف الخياشيم بتاعتها والكلام ده، ولا بنشوفها؟ لا، قصه الخياشيم دي ما حدش هيعرفها. تمام. انت لما تمسك السمكيه في حد ذاتها، السمكيه مشدوده معاك. تمام. مش سايبه قوي بقى اللي هي كده، لا ما اقولكش، لا يعني مزبده. ايوه ايوه فعلا. ماسكه نفسها كلها. فعلا والله، يدعو لنا ماسكه نفسها وعنشرها دلوقتي، بس هي مقفوله دلوقتي على الهواء. ومن جوه حضرتك بتبقى اللحمه بتاعتها مزبده كلها، سايبه من بعضها. فهمت. يعني هو جسم السمكه شيء واللي جواه السمكه شيء تاني. ايوه انا عايزه ادوق من ده، ينفع؟ ينفع. دعاء، طب انت خدتي كده، واحنا ناخد التاني. ده غير ده ولا ده ولا ده؟ انشوجه. انا بسمع دايما الانشوجه، بس الانشوجه ده نوع من انواع السردين. تمام. بس هي تبقى شبه السردين كده، دي بتتخلى نفس طريقه تخليل السردين كده. مش عارفه، بس بتنخلى بقى. ده انا مش عارفه. ده ايه يا دعاء اللي معاك؟ شكله تحفه. بطاريخ. دي بطاريخ بيور. فبندوق ده بقى وعبال ما نشوف ده. بطاريخ ايه؟ بيور. 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 دي اللي متخلله في زيت. دي اللي متخلله خارجي وبتتحفظ في زيت. انتوا بتصنعوه؟ انتوا اللي بتصنعوه؟ احنا بنخللها. دعاء فظيع. في موزعين بقى للمنتجات دي ولا انتوا الموزع الوحيد؟ حضرتك انا بعمل منتجي بنفسي وببيعه في مكاني. مش عارفه افتحها دي برضه. هات انا افتحها. الناس بتقول كمان يا جماعه بتفرج علينا. انا هجيب لك بصلايه بقى مع اللي انت بتضربيه ده. فين العيش يا جماعه؟ احنا ازاي نطلع على الهوا كده من غير العيش؟ بعد الهوا يا جماعه هناكل. تاكلي ياسمين؟ لا انت ما دوتيش طبعا. لا، ما انا هدوق بقى، هاكل بعد الهوا بقى. يعني دلوقتي المواطن عشان يعرف الفسيخ، حضرتك قلت لنا اللمعه العين بتاعته كانه صاحي، والسمكيه نفسها تبقى ناشفه. دي كده مش ناشفه، تبقى مشدوده مش ناشفه، لان السمكيه الناشفه ديت بتبقى ما تعرفش تاكل، بتيجي تجيبها من جوه. تمام. يعني بص حضرتك، لو لاحظت السمك، في سمك بيجي كده، تمام، تبقى طريه قوي تيجي لبعضها. أيوه. دي مش كويسه. ايوه تمام، اوكي. طيب بالنسبه للرنجه، في ناس بيقولوا عشان الامان اكتر انا هشويها على النار. ده طبيعي؟ بص انا بعمل كده على فكره. هي لا، هي القصه كلها بحبها كده. هي بتبقى طالعه اساسا جاهزه على الاكل. تمام. ولو احنا بنشتغل في رنجه تصدير اساسا، المنتج بتاعنا بيبقى منتج تصدير. الرنجة طالما وصلت للنار بعد ما طلعت من التدخين اللي هو الفرن، بتحدق. فعلا. فعلا بتبقى حادقة اكتر. بتاخد نسبة ملح اكتر. طب انت عندك انواع مثلا حادقة وانواع دلعة ولا ايه؟ لا، بتبقى ما انا بوفر دي ودي، بس انا نسبة 90% من اللي عندي الشغل العادل. طب ايه الفرق بقى؟ الفرق ان يبقى متخلي الافضل يعني؟ لا، مش قصة متخلي الافضل، في واحد العميل يعني على حسب العميل. يعني في ناس لو عايزة الحادق وناس بتبقى عايزه الدلع، وفي ناس بتاكل الرنجه دي متقطعه بتحط عليها طحينه، فمش هيفرق معاه بقى حادق من عادب. فبياخد الحادق بيدي معاه نتيجه كويس، بس مستوى الامان هو هو. طبعا. تمام. طيب بالنسبه لل، انا شايفه النهارده منتجات كويسه جدا معانا يا دعاء برضو. فعلا. عايزه برضو اسال على حاجه، يعني الفتره الجايه فظيع. في هيبقى تطور برضو من الموضوع ده، في حاجه جديده هتدخل
ولا ان شاء الله يا فندم. طب عايزين حاجه حاصل عرفنا بقى يعني. ان شاء الله احنا هنعمل حاجه اسمها عيش نورماندي. ده ايه؟ عيش بتاع الاكل. لا لا مش عيش من اللي احنا فاهمينه. ده عيش هيتحط في زيت تمام وهيتدوب وهينزل معاه في صوص فسيخ او صوص رنجه تمام. او هينزل معاه مثلا ايه فسيخ متقطع شرايح. دي لسه فكره احنا يعني لسه بيننا وبين بعض كايه في المحل كده من ايه بنبتكرها. انا اول واحده انا وايمان هندوق الفكره دي ان شاء الله. انا كالعاده بندوق اي حاجه اساسا. العيش هينزل مع الاوردر بقى وكده ولا انتوا هتعملوا العيش اللي هو احنا مبدئيا يا فندم احنا مثلا اول ما بدانا نفكر في حاجه اسمها صوص فسيخ او صوص رنجه بدانا نطلع الحاجه دي فري للزبون بحيث ما نشوف رد فعلها ايه. فهمت. تمام. إيه مثلا عندي ترابيزه او ترابيزتين قاعدين بياكلوا بنزلها لهم بشوف رايهم ايه. فلما لقيت رد فعل كويس الحمد لله وقبال طبعا. انا هدور بقى تاني يا جماعه في السيخ عشان عجبني قوي. عجبني جدا بصراحه. انا كل ما احاول اهدى واقعد. ايمان على فكره انت اكلتي منشوج؟ انا ما اكلتش. فانت كده لا دي مش منشوج على فكره. ما دور اسمه ايه يا جماعه. والله العظيم تحفه اقسم بالله تحفه. احنا لازم نتواصل مع ارقام نورماندي بجد ونجيب الفسيخ من نورماندي وندخل على الفيديو اللي معانا. معانا فيديو. للاسف يا جماعه عايز اقول لكم ان ايمان كانت من جميع الانواع يعني جميع الانواع في الفاصل اللي هو ال 30 يا جماعه احنا بنستغل دايما الفواصل يعني مش قادرين نمسك نفسنا على الهوا اكتر من كده. بجد الفسيخ عاجبني جدا وصوص الرنجه. عايزه حضرتك تكلمني على المنيو الاسعار ايه؟ حضرتك احنا طبعا السمك عندنا بالكيلو الفسيخ 150 جنيه. ده ناتج ان ده انا في 200 جنيه. احنا بنسمع اسعار بس احنا مالناش دعوه. ما انا عايز اقول لحضرتك 220 و حتى احنا ايه نظامه يعني كويس برضو ولا ده؟ هو ده انا ما عنديش الا منتج واحد. حلو جدا. احنا اشترينا كده. هو منتج واحد. تمام. حتى انا عندي كان قبل شم النسيم بشهر كده يعني في الشهر اللي فات ده الناس بتقول لي انت هترفع الفسيخ. قلت لهم لا. الفسيخ زي ما هو معنا ده موسم جميل. يعتبر لا لا انا السعر عندي موحد طول السنه. حضرتك مستعد ازاي في لشم النسيم في المحلات بتاعتكم؟ عندكم استعدادات ايه لشم النسيم؟ احنا حضرتك مجهزين كميات بحيث ان السنه اللي فاتت طبعا احنا خلصنا فسيخ قبل شم النسيم بيوم. المنيو؟ ده المنيو. خلصته قبل شم النسيم. طب وشم في يوم شم النسيم بقى اللي بقى الناس كتير زعلت. طبعا. انا عايز اقول لك على حاجه بجد وده ممكن يكون اقتراح مني ان احنا كمان نحط في وسط المنتجات الموجوده نحط بقى البيض بتاع شم النسيم الملون والكلام ده. على فكره احنا عملناها. فكره جميله جدا. قديمه قوي. لا احنا عملناها. الغدا عندكم. لا احنا عملناها هنطلعها فري كمان مع الاوردر. مع الاوردر تمام. ويبقى عندنا برده زي نظام ايه زينه كده احتفاليه في شم النسيم في المحل برده. جميل. دعاء احنا رحنا. تمام. تمليح الفسيخ يعني نسبه معينه لو مثلا حد يعمل في البيت. تمام. يعني نسبه معينه هيحطها ولا يعني عادي؟ طريقه تخليله في البيت عموما هتبقى ايه يعني؟ طريقه تخليله في البيت هترجع اطلاقا. ما حدش بيخلي الفسيخ في البيت وبتظبط معاه خالص. هي اقول لحضرتك احنا ممكن نخليها تظبط. ازاي بقى؟ ندي للجمهور بقى نصيحه. مفيش مشكله. هو اولا مبدئيا خالص عايزين المكان اللي يعني الحاجه اللي هيتحط فيها الفسيخ. طبعا بطرق تقليديه في البيت في اللي بيحط في كيس في اللي بيحط في علبه. تمام. في حد ذاتها العلبه ممكن تكون ضيقه على السمكية. ما تاخدش راحتها ان هي تتملح. تمام. في لذلك تنشف معاها وتحدق. تمام. تمام. ايه بقى الحل؟ الحل ان هو طبعا مبدئيا خالص هيجيب السمك طازه. طبعا معروف ان السمك اللي بيبقى في الاسواق كله سمك متلج. موضوع طازه دوت هيبقى مشكله كبيره. موضوع طازه ده بقى ما كانش يجيبه من حد موثوق فيه ان هو ده هيجيبه له طازه. هو مبدئيا اللي متلج طازه. بس الفكره ان انا مش عايز السمك يطوله تلج خالص. عايزها فريش. عشان الطعم بتأثر ولا عشان بتأثر على جسم السمكيه بينشفها. لكن في الامان عادي. لا لا عادي. هو على فكره تتليج السمك امان. تمام. بس انا لما اجيب السمك حي لسه حي قدامي امان اكتر.
ايوه تمام تمام. ناس بياخدوا الفسيخ بعد ما بيشتروه ويحطوه في الفريزر. لا طبعا. او الرنجة عشان نفس الكلام. انا عملتها على فكره يا دعاء، عملتها في رنجة. انا دايما بنصح اي زبون عندي بياخد حاجه بقول له ما تحطهاش في الفريزر. طب تخزينها ازاي عندي لو انا جايبه كميه مثلا في البيت ومش عارفه اكلها كلها؟ تبقى في تبريد. تبريد؟ اه بلاش الفريزر، تبقى في التبريد بس تحافظ معاكي تمام. اه ويستحسن يبقى عليها سنه زيت على الجسم السمكيه من بره بس. تمام. طب انا في قبل كده نوع فسيخ كلته بس كان متخلل بطريقه غريبه خالص، كان نظام بيدفن كده في الارض يعني متخلل. دي ملوحه. دي ملوحه. اه ده مش فسيخ. ده مش فسيخ. لا انتوا الملوحه بالنسبه لكم بتجيبوا ملوحه برضو؟ اه احنا عندنا ملوحه بس طبعا انا بجيب لحضرتك المنتج اللي هو اللي متوفر اللي انا بعمله. تمام. الملوحه موجوده ومتواجده عندي، بجيبها من السد العالي من اسوان. بتجينا عن جاي لي من اماكن الاقصر او اسوان حاجه زي كده. اه لان طبعا هو السد العالي مشهور قوي في موضوع الملوحه ده. طب اشمعنى بقى اسوان؟ لان طبعا سمك الرايه مش موجوده الا في بحيره نصر. هما بياخدوه ويخلوه عندهم. اه لان سمك الملوحه مش اي سمك بيتعمل ملوحه، بيبقى اسمه سمك الرايه. اه بيبقى فيه سمك صغنون كده مش عارفه اسمه. بساريا. بساريا. الايه؟ بساريا. بساريا. انا اكلتها مخلله قبل كده تخيل. اه عندي مخلله. عندك؟ اه جبتلهاش النهارده زي معلش يا جماعه بس احنا خلص الحاجات دي. زي الملوحه نفس التخليل بتاع الملوحه؟ لا لا ما بتتخلل نفس طريقه السردين بس ملحها طبعا. ملح ايه بقى؟ انا جربت ان انا احاول اعمل الموضوع ده. بص حضرتك دايما السردين بيتملح بملح ناعم. اه لان السردين بطبيعته ما ينفعش ينزل عليه ملح خشن، هينشف السمكيه ومش هتلاقي فيها لحم. اه لازم السردين يبقى له ملح ناعم. اه ملح ناعم. اه الفسيخ عكسه. ملح خشن. تمام. لازم ملح خشن عشان خاطر السمكيه ما تسحبش ملح كتير من الخياشيم ومن جسمها فتبقى مالحه معاك قوي. تمام. ملح الخشن ما بيدوبش بسهوله. اه تمام. اه دي حقيقه فعلا. بالنسبه بقى للفسيخ، الناس بتاكل معاه بتحط عليه ليمون وخلي كتير جدا والبصل، دي عشان احنا يعني دي عاده عندنا دي عاده المصريين ولا عشان برضو الامان وكده؟ لا حضرتك اقول لك على حاجه، قصه الخل اساسا دي حاجه ان بيقول لك ايه، الخل بيقلل الملوحه. تمام. قلل ملوحه السمك دي حقيقه. تمام. بس انا بطبيعتي اساسا بطلع السمك عادل اساسا. يعني مش محتاج، مش محتاج بقى اي حاجه. يعني امن ما فيهوش اي مشاكل. ما فيش اي مشاكل. بنسبه كام؟ بنسبه كام ازاي؟ امن بنسبه كام الفسيخ؟ بنسبه 100% بتاخد من عند عينات قبل كده. حصل قبل كده مثلا حصل موقف او حاجه يعني اللي هو حد اتاذى من الفسيخ او حتى اشتكى؟ امن بنسبه 100%. مفيش كده حاجه. احنا لازم ناكل من نورماندي يا جماعه عشان من السيخ. لا انا عندي الفسيخ امن بنسبه 100% وده دليل من الصحه عندي، ما فيش اي مشكله بينه وبينه. احنا معانا مداخلات هاتفيا. الو الخط قطع. الخط قطع. طيب احنا عايزين نعمل حفله بقى والناس تاكل بعد الحلقه طبعا. بص يا جماعه انا ما استنيتش بعد الحلقه دي. بص فيه تاني عاجبني بجد بجد. اتفضل معانا. طب ما تاكلش معانا انت. ما تاكلش معانا انا عندي حاجات دي كتير. بص انا عايز دوري في النص ده يا دعاء. ده بطارخ. دي بطارخ. طب انتوا دي ملحها قليل عن التاني على اللي حضرتك كلتها في الاول. عايز اقول دي صعبه قوي شويه عندي. لا ما هي دي عشان ملحها خارجي. انا بجد اشكر اللي رص التيبل دي عشان حط الفسيخ قدامي بجد. يعني هاخده منك. لا يعني الفترة الجاية تفتحوا فروع تانية في أماكن إن شاء الله قريبة بإذن لينا بقى يا جماعة. يعني بعد العيد إن شاء الله. الشيخ زايد. حلو حلو قوي يا إيمان بجد. إيمان جربي من دي. دي؟ أنا سبت حاجة النهاردة. بجد بجد تحفة يعني. أنا مش عارفة بجد يعني يا جماعة والله العظيم تحفة بجد. ولا ريحة يعني. انا اكلت فسيخ كتير ويعني انا مغزه يا جماعه. ناس ولا ريحه ولا زفاره ولا اي حاجه. اه والله في الكنترول بيدعوا علينا عشان بناكل وسايبينهم. حقك علينا يا شبابنا. ما هو شبابنا لا بجد. تسلم ايدي اللي عمل الحاجات دي وشكرا نورماندي بجد. لا الحاجه تحفه. حاول استنى شويه لبعد الفاصل. كان نفسنا بجد الوقت يبقى اكبر من كده بس للاسف. لا ايه ده الوقت خلص؟ وقت حلقتنا خلص وان شاء الله نبقى مع بعض كتير. ان شاء الله. الوقت الحلو فعلا بيعدي بسرعه. وان شاء الله نبقى مع بعض كتير كتير. شكرا لحضرتك يا استاذ حسن. للاسف اعزائي المشاهدين يعني حلقتنا الجميله انتهت وخلصت المره دي، بس طبعا حلقات همسات مضيئه لسه ما انتهتش على قناتنا الجميله الصحه والجمال. وحابه بس في نهايه حلقتي ابعت تهنئه لمحمد طلعت وجهاد ناصر بمناسبه الزفاف. الف الف مليون مبروك. ونشوفكم ان شاء الله في حلقات تانية كتير. انتظرونا. ولازم نشكر استاذ احمد شبانه. لا عشان بجد والله العظيم كان المفروض احمد شبانه يا جماعه كان المفروض النهارده يكون معانا بس حصل رئيس تحريري البرنامج. رئيس تحريري البرنامج. طبعا احنا بنغيظه ان احنا بناكل الحاجات دي بنغيره على الهوا بس هو طبعا دخل لنا بعد. ونشكر استاذ محمد الشاهد هو اللي واقف معانا طبعا وكل كرو العمل بجد. الشاهد ده الشاهد ده اهم حد. الشاهد طبعا لازم. الشاهد ومخرجنا الجميل وياسمين والكاميرات كلها طبعا الناس. ومخرجنا برده. احنا هنخرج مين يا دعاء؟
استاذه نور استاذه نور استاذه ولا لقاء في حلقه اخرى من همسات مذيعه.